ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. وصلنا للفقرة الطبية. 23 سبتمبر اللي فات كان رسميا بداية فصل الخريف، وخلاص بدأنا نحس بلسعة البرد كده في الجو بالذات بالليل. ومع تغيير الفصول من خريف الشتاء عادات الأكل كمان بتتغير، لكن بيقولك كمان إن الحالة النفسية كمان بتتغير في الفترة دي، وده طبعا هيأثر أكيد على شهيتنا. تعالوا بقى نعرف أكتر عن الكلام الكبير ده مع ضيفتي اللي مشرفاني منوراني في الاستوديو، دكتور سالي فيكتور، خبيرة التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة لدى شركة On Target Pharma. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا أمي. إيه الكلام الكبير ده؟ إحنا جبنا الحاجات من أعمقها يعني. أعمقها قوي. أولا أنت منوراني النهاردة. ربنا يخليكي. ده وطبعا الموضوع بجد حلو، إن إحنا بدأنا فعلا في الأجواء الشتوية وأجواء الخريف بدأت كده تدينا لسعة البرد بالليل كده، وبدأنا نحس فعلا شعور معين كده انه ايه الاكل والشرب، وبدأنا يحصل لنا حالة نفسية كمان up and down اللي هي ايه المود اللي مختلف ده. يعني انا عن نفسي حاساه الفترة دي. ده حقيقي. انا يمكن عشان ما بحبش الشتاء خالص. الصيف احلى بصراحة. الصيف احلى، يمكن انا عشان مرتبط بدراسة والتزامات وصحيان بدري يعني حاجات، مع ان الاجواء بتبقى شوية من الساعة 6 الدنيا بتليل تنتهي، فبحس كده أجواء مش حلوة. فقوليني بقى فعلا الموضوع ده، يعني وضح لنا أكتر كده الكلام ده يعني إيه. احنا خلاص فعلا يعني الجو بدا حتى ليل بدري، يعني زي ما انت بتقولي الشمس دلوقتي من الساعه 5 خلاص بتبتدي تغيب، والدنيا وتحس النهار بيخلص بسرعه، وتبتدي بقى انا دخلنا في اجواء الشتاء اللي هو الليل طويل والنهار قصير. فده عند بعض الناس ممكن يعني يسبب لهم حاجه اسمها اضطراب عاطفي موسمي او اكتئاب موسمي او نوع كده من انواع الاكتئاب الموسمي. دي حاله بتحصل في الجسم، لان طبعا الساعه البيولوجيه بتاعه الجسم بتكون متغيره. الناس بتحس خلاص ان النهار بقى قصير، الليل بقى طويل. لو الناس مثلا متعوده ان الشمس في الصيف بتغيب مثلا الساعه 6 6 ونص كده، والدنيا بتبقى منوره تقريبا لحد الساعه 7، فعندهم احساس ان النهار طويل ولسه اليوم في بركه زي يعني. ما بيقولوا في عندنا نقدر نعمل مهام لسه كتير، في حاجات تانية مش هطلع من الشغل خلاص هروح اليوم هيخلص، لا لسه في حبه في اليوم يعني. لكن دلوقتي الواحد ممكن يطلع من الشغل الساعه 5 تلاقي الدنيا كده مضيمه وغيوم بقى وكده، فده بيديهم احساس ان اليوم خلص، فممكن يديهم احساس ان انا يعني زي حاجه مضايقين او مثلا اكتئاب بسيط. فده بيخليهم بيغير الساعه البيولوجيه بتاعه الجسم. وممكن كمان يعني غياب الشمس فتره طويله ده كمان بيعمل في الجسم ان هو بيقلل فيتامين د. فيتامين د معروف في الجسم ان هو بيدي حاله كويسه او بيدي نفسيه احسن، يخلي النفسيه ده غير كويس. كمان ان في دراسات قالت ان فتره تغيير المواسم ديت في ماده في الجسم اسمها السيروتونين، ودي مسؤوله عن احساسنا ان احنا نكون كويسين او حاله مزاجيه كويسه، فبرضو الماده دي بيحصل لها انخفاض شويه او يعني لخبطه. ده غير برضو كمان من الأسباب التانية إن بيحصل انخفاض في مادة الميلاتونين، والمادة دي هي اللي مسؤولة عن تظبيط وقت النوم، فده ممكن يخلي الناس حاسة إن هي عايزة تنام وقت طويل أو مش قادرة تصحى الصبح من النوم، يعني تروح شغلها أو المدارس أو. فطبعا كل اللخبطة ديت بيبقى وقت كده لاحظي بس في الفترة اللي هي التغيير دي، وبعد كده خلاص يعني أول ما بيدخل الشتاء بقى الناس بتتكيف وخلاص بننزل الشتا ويبقى نلبس الجواكت بتاعتنا ونتعامل. طب قولي لنا بقى يا دكتور، هنا اللي بيأثر يعني اللي بيأثر احنا هنا في الشهيه بتاعتنا، ان احنا بناكل كتير ولا بناكل قليل؟ هو حقيقي انا عارفه الاجابه بس مش هقول لك. هو على فكره صدقيني ناس وناس، يعني في ناس ممكن الجو او الاكتئاب دوت يخليهم ياكلوا قليل هو متضايقين، وفي ناس بيفتح معاهم الشهيه جدا بيبقوا عايزين ياكلوا اكتر واكتر، ومهما كلوا في اليوم مش شبعانين. لان انا برضو لما باكل جسمي بينتج طاقه او بينتج اي تي بي، فده ممكن يحسسني شويه بالدفى، فمع يعني احساس ان اللسعه البسيطه في الجو ان الجو ساقع دوت انا عايزه اكل اكتر علشان جسمي ينتج طاقه اكتر، فاحس ان انا دافيان اكتر. حقيقي. طيب وبعدين بعد كده يعني فناس يعني عارفه ناس وناس ناس بتحس انها مثلا عايزه تاكل كتير جدا، وبالذات بتكون شهيتهم مفتوحه قوي ناحيه بقى الكربوهيدرات والسكريات والحاجات بقى اللي هي يعني نفسنا بتروح عليها اول ما بنحس بالجوع. يعني اكيد مش هفكر وانا عايزه اتدفى كده ان انا افكر مثلا في بروتين بقى ولا الياف والحاجات دي، لا دايما هتلاقي نفسنا رايحه بقى للسكريات والكربوهيدرات وكل الحاجات اللي هي من الاخر كده هتتخزن في جنابنا، بس احنا بنداريها بجواكت الشتاء.
ايوه صح، دي حقيقه فعلا. طب يعني احنا دلوقتي المود في الفتره دي بيتغير، يعني احساسنا احنا غير نفسيا كمان، في فكر ان احنا نتقبل ان احنا هناكل، نيجي مثلا الساعه 6 7 نلاقي نفسنا جوعنا، بعدها بساعتين هنلاقي الساعه بقت 9 10 برضو احنا جوعنا جعانين، احنا طول الوقت جعانين. يعني برضو بقت المسافه قليله، الصيف برضو مختلف، يمكن بتميلي مشروبات اكتر، حاجات ساقعه، ايس كريم، يعني حاجات معينه كده، بس ايه مش زي الشتاء، اكل 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 اكل. وحقيقي الناس في الشتاء بتبقى عايزه تاكل، يعني حتى لو انا عطشان، يعني احساس ان انا عطشان ده ما بيبقاش تقريبا موجود، لان موجود. الجو ساقعه وانا جسمي مش محتاج سوائل كتير، لان الجو اصلا بره ساقعه، فانا ببقى محتاجه اكل عشان احس ان انا دافيانه، يعني احس شويه بالدفى، او احس ان انا في طاقه في جسمي، لان طبعا مع الجو الساقعه والمغيم دوت جسمي بيبقى عايز طاقه اكتر، او بيبقى في لخبطه في مستويات الطاقه في الجسم. فعشان كده احنا حتى في دخله الشتاء تلاقي ناس بدات تاكل بزياده عن اللي هي ماشيه عليه، فاحنا بقى بنبتدي نغير يعني شويه في الانظمه الغذائيه، وبرده بنساعدهم بكورس الاناناسيه. قلنا بقى المساعده هنا مهمه جدا طبعا، ان في ناس بجد محتاجه عمل مساعد اكيد، لان احنا في الشتاء طبعا بيبقى محتاجين ناكل اكتر. فمثلا لو انا متعوده مثلا في الكورس بتاعي ان انا مثلا بشرب مره واحده بس في اليوم مثلا من الاناناسيه، لا ممكن كمان بالليل يعني عشان الجو برد اكتر، فبقى انا محتاجه اكل اكتر، فبنقول لهم لا خلاص نخليها مرتين في اليوم، مره قبل الغداء ومره قبل العشاء، بالذات كمان قبل العشاء ديت، لان انا الجو الساقع بالليل احنا مطفيين كده ومتدفيين تحت البطانيه، بنبقى عايزين دايما ناكل حاجه، او يعني يبقى انا شغال او حاجه تدفينا كمان. فحتى فكره المشروبات السخنه او المشروبات اللي بتدفينا برضو احنا بنلعب عليها بشكل كبير جدا، لان احنا بالاضافه بقى لكورس الاناناسيليوم اللي هو يعني ممكن يكون الاناناسيليوم مشروب ساقع مثلا شويه، ان هو طعم بقى العصير واناناس، طعمه اناناس، طعمه جميل، مناسب لكل الاعمار، مناسب لكل الاعمار طبعا. احنا كمان بنقدم لهم مشروبات سخنه زي مثلا الجرين كوفي، والجرين كوفي احنا كمان عاملينها بفليفرز، فليفر موكا وبندق، فده بيديهم احساس برضو ان دي حاجه سخنه او حاجه هتدفي جسمي وحاجه تفيدني وحاجه في نفس الوقت مع ان انا اخس بالظبط، لان هي كويس. ماده الجرين كوفي كمان فيها نسبه كافيين، ممكن تكون هي قليله شويه عن الكافيين الموجود في القهوه العادي، بس الكافيين الموجود في الجرين كوفي غير ان هو كمان بيساعد على الجسم ان هو يحرق الدهون، هو كمان بيظبط لي مستويات السكر في الدم، وده كمان لو حد بيعاني من ضغط دم مرتفع، لما بظبط السكر في الدم انا كمان بظبط الضغط. فانا حتى لو هرمون الانسولين عالي معايا، او ان انا يعني اكلت مثلا نشويات بزياده عن اللي انا المفروض، مثلا بطاطس بقى وعيش والكلام ده، مع الجرين كوفي هبتدي بقى اظبط مستويات الانسولين في الدم، فيعني الدنيا مش هتلخبط قوي. وحلو ان انا برضو اخد مشروبات سخنه بس تفيدني، بس بدل ما افضل اشرب في حاجات تانية ممكن تزود الوزن شويه. هو كمان بقى في فكره الشتاء المشروبات السخنه كتير، النسكافيه والقهوه والشاي، ده بيديني كميه سكر او معالق سكر كتير في اليوم وانا مش حاسه. في ناس ممكن ما بتشربش بسكر، بس برضو هي فكره النوعيه اللي احنا بنشربها. في ناس بتغير ما بين الاكل المشروب، يعني تقول لك انا مثلا حاسه انا بردانه دلوقتي، يا هاكل حاجه هتحسسني بدفء او هشرب حاجه سخنه. فدايما المشروبات السخنه بتبقى نسبتها او كميتها اعلى شويه في الشتاء، وممكن كمان حتى لو انا متعوده ان انا ما بشربش بسكر كتير او كده، بس انا حاسس ان انا جعان شويه، فانا المشروب السخن ده ممكن هبتدي احط فيه سكر عشان لحد ما احس ان انا دفيت وفي نفس الوقت شبعت. ففي ناس كمان بتكلمنا تقول لنا انا كنت متعود ان انا بشرب النسكافيه مثلا او القهوه او الشاي معلقه سكر او نص معلقه سكر، بس انا في الشتاء عايز ازود السكر، انا يعني جعان، فببدل الاكل بالمشروبات السخنه. فاحنا برضو بنساعدهم في الفتره دي بالجرين كوفي، وبرضو بنساعدهم بالمورينجا، والمورينجا برضو هي باكيت كده هو زي الشاي، بس بقى الفايده في المورينجا ان هي حلوه جدا، لان هي مليانه مضادات اكسده، ومليانه حاجات بتساعد جسمي، بتساعد الهضم، بتنظم مستويات السكر ومستويات الضغط في الدم. فكل دوت هيساعدني برضو، بالاضافه طبعا لكورس الاناناسيليوم او الكورسات اللي احنا بقى هنتكلم على كورس الاناناسيليوم. اول ما بتستقبلوه في الشركه عندكم لما حد بيبقى عايز يكلمكم، بس اسمح لنا ناخد التليفون اللي معانا الاول. معانا دعاء، اهلا وسهلا. اهلا مكان بك يا شيف عظيم. اهلا بيك يا فندم، اتفضلي. اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بيكي، منورانا يا دعاء. والله الحمد لله، انتوا كويسين؟ الحمد لله حبيبتي. الحمد لله الحمد لله. لا الكورس ده تمام الحمد لله. لا والله حضرتك جربتيه؟ انا الحمد لله كنت وزني كان 138، الحمد لله بفضل الله بقى 128. ما شاء الله، ده فتره قد ايه كده؟ يعني انا ليه انا ما كملتش الشهر، لان انا بقالي 20 يوم بالظبط. ايوه ما شاء الله، لسه بادئ يعني، لسه لسه بادئين، بس ما شاء الله والله. عمر حضرتك قد ايه؟
أني كنت 138 بس دلوقتي حاليا بقت 129. لا أنا أقصد سنك، عمرك كام سنة؟ 31. ما شاء الله ما شاء الله، بس ده كويس إن أنت خدتي الخطوة دي بدري كده، إن أنت تبدأي تلتزمي. الحمد لله، لأني كمان كان عندي مشكلة في الغدة، والدكتورة ملك الله يبارك لها هي اللي قالت لي ما تخافيش، الكرسي مش هيأثر على الغدة ولا كده. ما كنتش مصدق طبعا إن هو هيتخسس ولا كده، بس الحمد لله لا، عمل نتائج جميلة معايا. فرق كويس. المقاسات، في فرق بين الشكل، في فرق، الحمد لله. الحمد طب لله. الحمد لله. هتكملي طبعا لحد ما توصلي الوزن اللي انت محتاجاه؟ اكيد ده اكيد، لان الدكتوره ملك معايا مستمره الله يبارك لها يا رب، هي والدكتوره نهال الله يبارك. طب الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. انا بشكرك طبعا. ليكي اي سؤال يا دكتور سالي عايز اساليه؟ محتاجين بقى نشد اكتر الفتره اللي جايه. هي طبعا الغده انا عارفه ان هي بتبقى مشكله ان هي بتلخبط الهرمونات شويه في الجسم، بس لو التزمنا بقى اكتر الفتره اللي جايه هتخسي اكتر وفي وقت كمان اقل ان شاء الله. ان شاء الله كده كده مستنياكي بقى لحد ما توصلي للجسم المثالي وتكلمينا تاني باذن الله يا دكتوره سالي. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا لمداخلتك يا فندم. شكرا ليك. الله يكرمك. اتفضلي يا فندم في حفظ الله. اولا طبعا حاله يكون عندها مشاكل اصلا في الغده الدرقيه وهي يعني الحمد لله بتنزل بشكل كويس، تقولي انا ما كنتش مصدقه ان انا اصلا هنزل، يعني لازم تكوني حاسه ان الموضوع ده مش حقيقه. حاسه الموضوع يا عيني ما كانش فيه امل. وان هي عندها مشاكل ومتاكده انها مش هتنزل اصلا في الوزن كتير، بس بالزبط. ما شاء الله ما شاء الله، يعني ان هي نزلت برده كم كويس، تقريبا 10 كيلو في شهر او 20 يعني. هي كويس. كمان مشكله الغده ان الهرمونات اللي بتفرزها، يعني كل الهرمونات اللي في الجسم المفروض انها بتعلي سكر الدم. غير الهرمون الوحيد اللي يتيم عندنا هو هرمون الانسولين، هو اللي بيقلل سكر الدم. فلخبطه الهرمونات ديت بتخلي ان سكر الدم دايما عالي او دايما متلخبط، فاحنا دايما بنحاول نلعب ان احنا ننظم لها سكر الدم مع كمان تنظيم الوجبات، فبتلاقي في نتيجه. لكن معظم الناس تبقاش عارفه ان انا طب انا سكر الدم عندي عالي ايه اللي هيحصل يعني. ما ده بقى هيبتدي يخلي ان الخلايا بعد شويه تقاوم بقى الانسولين دوت، وبعد شويه ندخلنا كمان في مشاكل مقاومه انسولين، والمواضيع هتبتدي تكتر او المشاكل تكتر. وبعدين يعني احنا كمان بنحاول نلعب جدا على العامل النفسي، لان في ناس كتير بتكلمنا تقول انا جربت وعملت دايت ونزلت مش عارفه جيم ونزلت رحت عملت، بيبقوا وصلوا لمرحله فعلا من الياس. يعني مش مقتنعين ممكن حاجه تبقى هتجيب نتيجه معاهم. بالظبط. ان هما كمان في ناس كتير بتبقى بتجرب حاجات كتير وبتجربها كمان بشكل غلط، او مش مع متابعه مثلا دكتور او متابعه حد بيتابع معاها بيديها. طب كلمينا عن الاناسيليوم تحديدا، قولي لنا بقى هو عباره عن ايه وبيعمل ايه. احنا عندنا كورسات مكثفه يعني احنا بالاضافه كمان يعني مش ده الكورس الوحيد، في كورسات كتير. بالظبط. احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نحل كل المشاكل، لان احنا طبعا دخلنا بيوت كتير وتعاملنا مع يعني بيشنت كتير او حالات كتير، فاحنا بنحاول ان كل الحالات اللي يكون عندها اي مشكله ان احنا نتعامل مع الحاله ديت ونديها الكورس المناسب ليها اللي يحسسها ان لا ما فيش ياس وان الدنيا هتتظبط والموضوع الخسسان ده بسيط جدا. فطبعا بالاضافه لكورس الاناسيليوم اللي هي الالياف اللي احنا يعني عارفينها، الالياف بتتصب على كوبايه ميه وبتتشرب وبعديها كوبايتين ميه، في كمان كبسولات، وفي كمان اضافه للمورينجا والجرين كوفي والسكر الدايت. وفي يعني احنا عندنا كل كورس بيكون مناسب لحاله معينه، وكل كورس بيساعد الحاله بيحسسها انه لا يعني هتوصل للوزن اللي هي عايزاه ومفيش اي مشكله خالص، وكلها طبعا حاجات طبيعيه 100%، لان معظم طبعا الناس اللي بتكلمنا بيكون عندهم مشاكل تانيه هي خوف. اللي معطله كمان موضوع ان انا بنزل فات، زي مثلا مرض السكر او السكري، ارتفاع ضغط الدم، مشاكل في الغدة طبعا زي ما كلمتنا. فكل المشاكل ديت حتى لو انا مثلا بعمل دايت وحاسس ان انا بنزل بشكل قليل جدا او شبه معدوم، فده بيحسسني طب انا احرم نفسي ليه بقى، خلاص بقى ما انا ما بنزلش وما فيش فايده، اقعد طول الشهر اعمل دايت عشان في الاخر اخس كيلو او نص كيلو، ما لهاش لازمه بقى. ايوه النص كيلو دول اعوضهم مش مشكله، هعوضهم عادي. بالظبط. فاحنا بنساعدهم في الحاله دي، فلما يبتدوا بقى يحسوا معانا ان هم في الشهر، زي مثلا لما كلمتنا هي في الشهر خسرت حوالي 10 كيلو، فطبعا ده رقم حلو جدا. حلو ما شاء الله. بالذات انها كمان عندها الغده، فده بيحسس الناس انه لا ده في كمان ستيبس سريعه وفي فرق واضح، مش بس في الميزان كمان في المقاسات. لان احنا بنحاول ان احنا نخس بشكل صحي وبشكل مظبوط، فهنخسس الدهون الموجوده في الجسم، نبعد عن العضلات بحيث ان الناس تخس بشكل صحي ويكونوا بصحتهم، وكمان ما يتعرضش مع اي امراض عندهم، سواء هي امراض مزمنه او مثلا حاجات ممكن مع الوقت تتظبط. طب قولي لنا وسيله برضو التواصل معاكم ازاي من خلال الشركه، اللي حابب المشاهدين يتواصل معاكم. احنا طبعا موجودين الارقام اللي على الشاشه، ممكن تتواصلوا معانا سواء بالمكالمات او على الواتساب.
موجودين على السوشيال ميديا، على الفيسبوك، صفحه اون تارجت فارما على الفيسبوك، ودي الاوفيشال بيج بتاعتنا، وكمان صفحه دكتوره نهال حافظ على الفيسبوك. وموجودين برضو على انستجرام، صفحه اون تارجت فارما على انستجرام، وصفحه برضو دكتوره نهال حافظ على انستجرام، يعني موجودين في كله. طب الحمد لله. نكمل بقى، قلنا يعني هو دلوقتي احنا بنخصص كورسات، هي مجموعه كورسات مش كورس واحد، مش كورس واحد، على حسب الحاله، على حسب الحاله. واصحاب الامراض المزمنه بقى كلميني، انا ما عندهمش مشاكل الحمد لله، ما فيش مشكله ان هم ياخدوا الانسولين، سواء ضغط، سكر، قلب، كوليسترول، بالزبط. غده. احنا مشكله الناس اللي بتعاني من امراض مزمنه ان هي بيبقى اصلا بياخدوا ادويه تانية. أيوة. فاحنا بنقدم لهم الكورسات دي بتكون طبيعيه 100%. هي مش بتلعب، ما بتتعرضش، مش هتلعب لي، مش هتبوظ لي اي ميكانيزم في الجسم، مش هتلخبط اي هرمونات، مش هتعملي اي حاجه. كل حاجه ان احنا بنديهم احساس بالشبع، او يعني الانسولين بيملى المعده او بيملى تلتين حجم المعده، فده بيخلي بدل مثلا ما كنت هاكل مثلا وجبه كبيره جدا ودي مش هتشبعني، لا انا تلتين المعده عندي مليان، وده هيخليني بدل ما كنت باكل وجبه كبيره ده هاكل بقى الربع، بقى ربع مثلا بروتين، ربع نشويات، ربع الياف، هكذا، وده هيحسسني بالشبع لان انا اصلا معدتي مليانه، او انا خلاص رضيت احساس الجوع اللي عندي، وحاسس ان انا شبعت. الفتره دي للناس اللي فعلا عندها الاراده مش قويه، احنا بنديهم الاراده بقى، احنا بنديهم كورس، احنا حتى مسمينه كورس الاراده. احنا دايما في الاول حاجه بنفكر فيها في اول ما بنبدا اي دايت ان انا عايز اراده، عايز اراده وعايز التزام وعايز متابعه مستمره، وده كله احنا بنقدمه، بنقدم الاراده في الكورس اللي احنا بنساعد بيه الناس، وبنقدم كمان المتابعه لان احنا بنفضل متابعين معاهم طول فتره الكورس، مش هديهم الكورس وخلاص بقى مع نفسكم يعني، لا احنا بنديهم الكورس وبنقول لهم يستخدموه ازاي، وبنديهم كمان انظمه غذائيه يمشوا عليها، بحيث ان يبقى بقى متابعه اسبوعيه. كلمينا عنها دكتور اسامه، حتى هم لو كلمونا مش اسبوعين، حتى لو هم تواصلوا معانا ومثلا عايزين يسالوا عن اي حاجه، في استفسار معين عن حاجه معينه، مثلا لخبطنا شويه فعايزين نرجع نلحق نفسنا وهوب على اول الطريق تاني، كل دوت احنا طبعا بنساعدهم بيه. فالناس بتحس ان احنا مش بس بنبيع لهم كورس، لا احنا كمان زي رحله كده واحنا ماشيين فيها مع بعض، عايزين ننجح فيها في الاخر مع بعض لحد ما نوصل بقى لهدفنا في الرحله دي. الاطفال اللي جولكم ايه اللي ممكن يكون علم معاكي في حالات اطفال، يعني على الرغم ان دول بيبقوا ارادتهم ضعيفه جدا ما بيستحملوش، بس انت حسيتي لا ان ده حقق نجاحه، لا طلعوا عكس ما انتوا كنتوا متوقعين، اكيد في مرض بيكوا حالات كتير. اكيد طبعا. احنا طبعا دكتوره نهال حافظ كانت عامله مبادره كمان اسمها اطفال بلا سمنه، والمبادره دي احنا يعني احنا خصصنا فيها اطفال بارقام ال 15 وال 20 كيلو كمان، ما شاء الله. فالاطفال بس مشكلتهم ان انا ما اقدرش احرمهم من الاكل، او ما اقدرش امشيهم على نظام غذائي، يعني لازم يكون طف، لازم بقى يسمع الكلام وما ياكلش غير ده وده، لان هو كمان في المدرسه حتى لو انا مثلا في البيت اتكيت عليه شويه ممكن هو من ورايا في المدرسه يفرط في المدرسه، هيعمل انا مش شايفه بقى. ايوه طبعا اطفال، اكيد اطفال. فاحنا دايما لما بنساعدهم بكورس الانسيليوم ده بيحسسهم بالشبع، فحتى لو هم طول اليوم بقى مع الحركه والمجهود والكلام دوت، هو لما يحس ان هو شبعان ده مش هيخليه يفكر في الاكل، وبالتالي مش هيخليه بقى يفكر في الشيبسي والحاجات اللي احنا بنحبها من السوبر ماركت او الكلام ده، خلاص اول ما مامي تحط الوجبه بتاعتي انا هاكل، طبعا قبلها ببقى شارب الانسيليوم، فده هيحسسني ان انا شبعان، فخلاص الوجبه اللي انا اكلتها دي شبعتني، مع احساس باصلا ان انا كمان شبعان، فدوت على مدى بقى وقت طويل بيحسسني ان هو شبعان فتره طويله، فخلاص بقى يلعب براحته في البيت والتمارين والكلام ده، وهو كمان حاسس ان هو شبعان مش محروم، ومش محروم من الاكل، او مش حاسس ان في مش، او انا يعني في كمان اطفال احنا بنخسسهم واحنا مش محسسينهم ان ده نظام غذائي، لان انا بديله حاجه طعمها حلو، طعمها طعم الاناناس مسكره، فانا بشربها قبل الاكل، هو مش عارف ان مثلا دي دواء او مكمل غذائي عشان يساعده ان هو يخس، فهو بيشربها كانها عصير عادي خالص، فتدي له احساس بالشبع، فبالنسبه له مامي لو حطت بقى اي اكل قدامي انا هاكله وانا يعني شبعان ومبسوط، فمش هفكر بقى ايه في الحاجات الحلوه والحاجات بقى الجنك فود والفاست فود والكلام ده، مش هيبقى في فرصه بقى خالص، مش هيبقى في، انا شبعان، انا شبعان وتمام وبلعب وبتنطط. فالناس بنلعب دايما على العامل النفسي للاطفال، ان هو بيبقوا حساسين جدا ومش سهل ان انا امشيهم على نظام غذائي، وفي نفس الوقت وكمان دخلت المدرسه ونحن دلوقتي خلاص العام الدراسي مجهود ومحتاجين يعوضوا ده اكيد، مجهود بقى ضخم في المدرسه، فبيجوا بعد لانش بوكس بقى الصبح بيبقوا كمان جايين جعانين جدا طبعا، وعايزين ياكلوا وبعدين نعمل الهوم ورك، فاحنا بنساعدهم بقى في الفتره ديت، غير كمان فتره المدرسه بنقول دايما امهات يعملوا لانش بوكس يشبعهم،
ويكون كمان صحي فياكل في المدرسه اكل صحي، حتى لو خد حاجه حلوه من ورانا كده مش مشكله، ان احنا هنظبط بقى اكلهم في البيت. طيب نقول بقى اخر حاجه وسيله التواصل مره ثانيه، عشان لو لسه لينا اصدقاء متواصلين معانا حالا من خلال فقره، نقول وسيله التواصل مع شركه اون تارجت فارم. احنا موجودين على الارقام الموجوده على الشاشه برضو، سواء عايزين يكلمونا او يتواصلوا معانا واتساب. موجودين على الفيسبوك، صفحه اون تارجت فارم على الفيسبوك، وصفحه دكتوره نهال حافظ على الفيسبوك، وموجودين كمان على انستجرام، صفحه اون تارجت فارم على انستجرام، وصفحه برضو دكتوره نهال حافظ على انستجرام. هايل جدا. انا طبعا اسمحوا لي يعني اشكر ضيفتي اللي شرفتني النهارده ونورتني، الدكتور سالي فيكتور، وخبيره التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه والنحافه لدى شركه اون تارجت فارما. طبعا بشكرك شكرا جزيلا وبجد ميرسي، وميرسي انتي بتهتمي بكل بنطلبه من خلال اسئله مشاهدينا الكرام، وان احنا بنتكلم فيه في موضوع الفقرات بتاعتنا. طبعا اتسلمي لي، وطبعا بشكر كل اصدقائنا متابعينا الكرام من خلال شاشه قناه الاهلي، شكرا جزيلا لحضراتكم. واسمحوا لنا طبعا في نهايه الحلقه، اتمنى من الله ولا يكتر على الله، اشوف حضراتكم من حلقه جديده على الف خير وصحة وسلامة وسعادة، وسلام عليكم.